طبعا احنا سمعنا عن بداية الجائحة من قبل دخول الكويت، وكانت الأوضاع بشكل عام كنا في اجتماعات يومية في مركز العمل في مستشفى مبارك من أجل التهيئة النفسية وتهيئة المكان لاستقبال حالات الكوفيد في حالة دخولها إلى دولة الكويت. فقمنا بتقسيم أنفسنا إلى فريقين، فريق لمتابعة حالات كورونا وفريق الآخر لمتابعة الحالات الباطنية وتشخيص حالات كورونا وتحويلها إلى أجنحة الكوفيد بشكل عام. في أواخر شهر فبراير وبداية مارس الكل داخل وبرا المستشفى حتى كان يتناقش عن الوضع الوبائي اللي حاصل بالصين، وكنا نتساءل وقليل جدا اللي يتوقع أنه ممكن الموضوع يقلب إلى وباء عالمي في بهذه السرعة. وبنفس الوقت الإشغال السريري بمستشفياتنا الحكومية خاصة كان في أوجه نتيجة كثرة حالات التهابات الرئوية نتيجة التقلبات المناخية، فكنا نتساءل يعني هل إحنا فعلا مستعدين حق هالجائحة ولا لا؟ كلنا كنا نسمع عن وباء أو فيروس بلش أو طلع من الصين، مدينة ووهان بالتحديد، وبلش ينتشر بالمناطق الأخرى. طبعا كان هالفيروس من الفئة التاجية اللي يسمونها كورونا فيروس، وسموها كوفيد 19. فكان التساؤل، يعني كلنا كدكاترة كنا نتساءل هل هذا الوباء أو الفيروس نفس، بين فترة وفترة احنا نسمع والله في فيروس طلع بالدولة الفلانية، انزين، بس بعدها تنقطع أخبار ويطلع انه خلاص ينتهي الوباء، فهل هذا راح ينتشر ولا لا؟ لكن أسبوع بعد أسبوع لا، قام ينتشر مناطق أخرى، انتقل لدول حوالين الصين، وصل لإيطاليا والصين أو لإسبانيا، انزين. هني لا الوضع صار انه احتمال كبير انه ينتشر بالعالم كله، او بلش ينتشر اصلا، وكان مساله وقت انه يوصل لدولتنا، دوله الكويت. طبعا بدايه الازمه، يعني كطبيب حديث تخرج من البرنامج البورد الكويتي للامراض الباطنيه وطبيب باطنيه جديد في مستشفى العدان، سمعنا بدايه اخبار. انا تخرجت من البورد في شهر 10 2019، فكانت قبل الكورونا فترة بسيطة جدا. بدأنا نسمع الأخبار في شهر 2 وشهر 3 أخبار انتشار الفيروس جديد ممكن يكون سبب من أسباب الجائحات. إحنا كأطباء الجيل الجديد ما كان عندنا فكرة عن الموضوع هذا، يعني أنا كطبيب تعينت في وزارة الصحة في 2013، ما لحقت على الجوائح اللي صارت من قبل. وحتى لما كنا نسمع في كلام جائحة، أمانة أنا شخصية ما كنت متوقع أنها راح تكون الجائحة بالصورة هذه اللي صارت معانا بعدين. يعني توقعنا ممكن تكون نفس جوائح إنفلونزا H1N1 أو إنفلونزا الطيور اللي صارت قبل تقريبا 8 سنين أو 10 سنين، أنا ما لحقت عليها، بس اللي سمعته أنه كان في يعني احترازات، بس ما كانت للدرجة الكبيرة اللي شفناها مع جائحة الكورونا. خلال فترة الجائحة ولله الحمد كنا من أول الناس اللي ساهم في مكافحة هذه الجائحة من أول يوم حتى يومنا هذا، بحمد الله باستمرار من غير أي توقف ولله الحمد، وكنا في العمل الميداني في مستشفى مبارك. كان بالنسبة لنا هذا الوباء بشكل عام هو تحدي، هي مسألة إنقاذ بلد، إنقاذ أرواح، كانت مسؤولية علينا كأطباء أن احنا نكافح قدر الإمكان ونبذل كل ما نستطيع من أجل حماية هذا البلد وحماية المجتمع بشكل عام. بالنسبة لمستشفى مبارك تم تفعيل عمل فريق الكورونا في بدايات مارس، تحديدا في 12 مارس 2020. كان الفريق بداية مكون من 12 طبيب وطبيبة من كافة الاختصاصات أغلبها باطنية، وكان دورنا الأساسي عبارة عن فلترة الحالات المشتبه بإصابتها وتحويلها لمستشفى جابر بمجرد إثبات تشخيص مخبريا. طبعا بعد ما أعلنت وزارة الصحة عن عزل أول حالة أو إصابة أول حالة بمرض الكورونا أو الكوفيد 19، إنزين، قام يكونون أو يشكلون فريق للكوفيد تيم في كل مستشفى، فريق مصغر، لأن بالبداية ما كانت الحالات وايدة. شنو وظيفة هذا الفريق؟ أنه يستقبل الحالات المشتبه فيها ويعالجها، وبعدين طبعا حددوا أن مستشفى جابر هو المستشفى اللي راح يعالج حالات الكورونا الإيجابية. إنزين، طبعا أنا ما انضميت بالبداية لأنه كان فريق صغير، ولكن
بعدها تقريبا باسبوعين الى 3 اسابيع تقريبا كان بشهر 3 كان بحاجه الى المزيد من الدكاتره. فهني انا تطوعت وانضميت لفريق الكوفيد تيم. طبعا تلقينا لتدريب معين، طريقه لبس الجلوفز، لبس الماسك، النظاره الواقيه، طبعا لها ترتيب معين، طبعا شيء مو سهل، لازم ما تخل بهالترتيب. ومن يومها خلاص يعني استمريت مع فريق الكوفيد تيم. طبعا هم بعد احنا انا كطبيب باطنيه في مستشفى العدان كان لنا الدور في اداره الطوارئ الباطنيه وعلاج الحالات الباطنيه مع حالات الكورونا في ذات الوقت. كنا ما بين باطنيه وكورونا، هذه تجربه جديده علينا، يعني كنا احنا دائما تركيزنا على الباطنيه وعلاج المرضى سواء في العيادات او في الاجنحه او حتى في الطوارئ. دخل علينا الكورونا فألغينا موضوع العيادات مؤقتا، ما كنا عارفين، العالم كله ما كان عارف شلون يتعامل مع جائحة وشلون يفتحون العيادات وشلون يفتحون الطوارئ. كان في تخوف من انتشار الفيروس، كان في تخوف حتى على الطاقم الطبي نفسه. لما كنا نسمع عن مضاعفات الكورونا اللي كانت تصيب المرضى، كنا احنا كأطباء احيانا يحوشنا الرهبة او الخوف من الكورونا، فكانت بالبداية احترازاتنا جدا شديدة مقارنة فيما بعد. طبعا التحديات خلال فترة الجائحة كانت كثيرة، ونقدر نقسم هذه التحديات الى تحديات نقول بدنية وتحديات نفسية، وايضا هناك تحديات اجتماعية، وايضا هناك تحديات نقدر نقول علمية وتحديات إيمانية. بالنسبة لنا في التحديات البدنية، احنا بالنسبة لنا في مستشفى مبارك الكبير تم تحويل جميع حالات مستشفى جابر بعد غلقه الى مستشفى مبارك، وهذا ضاعف علينا العمل في مستشفى مبارك الى تقريبا الضعف، بالإضافة الى ان تم سحب العديد من اطباء الباطنية في مستشفى مبارك وتحويلهم الى مستشفيات اخرى خلال الجائحة. ايضا خلال الجائحة تم إصابة العديد من اطباء الباطنية في مستشفى مبارك، فقل العدد اكثر واكثر، ومن غير يعني مبالغه نقدر نقول ان تم مضاعفه العمل على الاطباء بما لا يقل عن 4 أضعاف العمل السابق بشكل عام. من الناحيه النفسيه كان مهم جدا ان احنا نهيئ انفسنا نفسيا لهذا الوضع، لان هذا الشيء كان غير مسبوق لنا كاطباء بشكل عام، وكثير من الاطباء حصلت لهم مشاكل نفسيه خلال هذه الفتره. ايضا من الجانب الاجتماعي كنا في عزله في اثناء العمل، وايضا في عزله في المنزل، الخوف من نقل العدوى الى المنزل والى كبار السن والى الاطفال بشكل عام، هذا كله من التحديات الاجتماعيه اللي شفناها. هناك ايضا تحديات علميه واعلاميه، كان لازم نوصل الوعي للمجتمع على ضروره اتخاذ الاحترازات الصحيه بشكل عام، وعلى استماع للنصائح الطبية وإلى أخذ التطعيم على أساس نقدر نقلل من الجائحة بشكل عام. أيضا الجانب الأخير وقد يكون جانب مهم هو الجانب الروحاني والإيماني. بالعكس فترة الجائحة جعلت كثير منا كأطباء يعني الواحد يلجأ إيمانيا إلى الله سبحانه وتعالى من أجل يفك الجائحة بشكل عام عن هذا البلد، ومن أجل أنه يستمر ويأخذ الدافع للاستمرار والعطاء في هذه الفترة بشكل عام. بالنسبة للتحديات اللي واجهتها كانت على صعيدين، الصعيد الشخصي كوني متزوجة وأم لأطفال، ففكرة أني دائما أرجع البيت خايفة من احتمالية نقلي للعدوى لأبنائي في حالة الإصابة، هذه بحد ذاتها تحدي. من ناحية الفنية بالمقابل، أكبر تحدي كنا نواجهه أن هذا الفيروس مستجد، بمعنى أن ما عندنا أي معلومات أو خبرة في التعاطي أو التعامل مع هذا الفيروس، واحتياجنا للقراءة بشكل شبه يومي والتعرف على آخر المستجدات في مجال تشخيص وعلاج هذا الفيروس. غير كذي محدودية الإمكانيات البشرية والمادية في ذاك الوقت لمواجهة هذه الجائحة، وخصوصاً والأغلبية كانوا متخوفين من التعاطي مع الحالات المشتبه فيها خوفاً من إصابتهم بالعدوى لا سمح الله. واجهنا تحديات كثيرة، إنزين
اهمها انه كان الوباء يعني هذا الفيروس شيء جديد، يعني العالم كله للحين مو عارفين شلون نتعامل معه، للحين ما في دراسات على الادويه لان للحين المرض جديد، دائما احنا العلاج نحتاج ان تكون في دراسات قويه، هذا اهم تحدي. التحدي الثاني ان انتشار الوباء كان سريع، يعني تقريبا كل اسبوعين كانت تتضاعف الحالات بالكويت او باقي الدول يعني. وشلون لما نتعامل مع الحالات ما ننصاب فيها، لان راح ممكن ننقلها لمرضانا او لزملائنا، وبالذات بالبدايه اذا واحد انصاب راح ينحجر تقريبا 3 أسابيع الى شهر. انزين، فراح انت محتاج حق اكبر عدد من الدكاتره، فراح يقل عدد الدكاتره. من التحديات اللي انا كنت اشوفها وايد صعبه يوم الخفاره، فريق الخفاره، في دكتور مسؤول عن تلقي المكالمات، انزين دكتور ثاني لازم يرتب الحالات الايجابيه والحالات المشتبه فيها في مختلف الغرف بمختلف الاجنحه داخل المستشفى، لانه ما يصير تحط مثلا حاله ايجابيه مع حاله مشتبه فيها وتطلع سلبيه. بنفس الوقت لازم تعالج الحالات التعبانه يوم الخفاره، واحد يتعب، واحد قلبه يتوقف، طبعا في اولويات، طبعا المريض التعبان طبعا اهم من ترتب الحالات في هذا يعني في ذلك الوقت، لما يكون المريض مثلا تعبان لازم تروح لاول شيء. واخر تحدي شويه كان متاخر اللي هو الاشاعات. الاشاعات بالبدايه صح كانت، خلينا نقول كان في اشاعات بالبدايه انزين، ولكن ما كانت مأثرة على عملنا يعني كدكاتره، لكن بعد سنه او اقل من سنه بشوي في اشاعات طالت بعض الادويه اللي اثبتت دراسات فعاليتها مثل الكورتيزون، حتى الاكسجين الموجود بالهواء هم طالت الاشاعات. واخر شيء حمله التطعيمات، سمعنا عن وايد اشاعات، لكن بالنهايه نفس ما انتم شايفين الحين اغلب الناس طعموا خاصه بالكويت، وشايفين احنا نتائج التطعيم حاليا على الحالات من اصابات شلون قلت، وعدد حالات العناية المركزة، وعدد الوفيات. طبعا صعوبات والتحديات كان بعضها مهنية وفنية وبعضها شخصية واجتماعية، يعني كنا احنا كأطباء نتعامل مع مرض جديد علينا ما مر علينا في السابق، حتى مع المعلومات اللي قرأناها عن فيروس الـ H1N1 أو إنفلونزا الخنازير ما كانت تقارن في مضاعفات أو سير المرض، مرض كورونا COVID-19. الصعوبات الاجتماعية كانت طبعا كأطباء كنا عندنا عوائل وأسر، أطفال وكبار بالسن، وطبعا الطبيب المتزوج، كنا احنا نواجه مشكلة في الرجوع للبيت والتعامل مع الأسرة. كانت عندنا احترازات طبعا، يعني الواحد يحاول أنه ما يرجع في نفس هدوم الدوام، طبعا كنا نحاول نبدل ملابس الدوام عند الدخول، نحاول ان نبتعد عن الاحتكاك في الابناء او الزوجه وقت الدخول، الا بعد التبديل وبعد ما نحاول نعقم نفسنا. كنا ناخذ اجراءات التعقيم في بجديه كبيره، يعني كنا اغلب الاطباء اللي اعرفهم خاصه في بدايه الجائحه، كان الصعوبه الكبيره لنا كانت التحدي الكبير خوفنا على اهلنا، سواء ابناء او زوجه او اباء او كبار بالعمر في البيت. الحالات الإنسانية خلال فترة الجائحة هي كثيرة جدا، أكثر من ما احنا ممكن نعدها، احنا تمر علينا حالات يومية بالمئات بشكل عام، وهذه الحالات كلها وأغلبها حالات إنسانية. ولا زلت أذكر حالة من الحالات، هي إنسان في بداية الأربعينات كان من الناس اللي رافضة للتطعيم، وهذا الشخص دخل عندنا المستشفى وشرط علينا، وأيضا وصل لمرحلة التهديد بالقضاء في حال أعطيناه دواء الكورتيزون. فهذا المريض دخل في حالة شبه مستقرة، ثم بدأت تدهور حالته يوم عن يوم إلى أن وصلنا إلى مرحلة ما قبل التنفس الصناعي. في هذا الوقت بالذات طلبنا وطلب أنه يتكلم معنا، وقال لنا كلمة لهذا الوقت أنا أتذكر كلمته، يوم قال لنا أعطوني أي شيء حتى لو كان الكورتيزون، بس لا تخلون حالة تدهور أكثر وأكثر. للأسف هذا المريض تدهورت حالته وتم وضعه على التنفس الصناعي وتم نقله إلى العناية المركزة، وللأمانة لا أعلم ماذا حصل لهذا المريض بعد ذلك. أبرز المواقف الإنسانية اللي كنا نواجهها، كون زيارة كانت ممنوعة عن الحالات المصابة، فبغض النظر عن الوضع الصحي للمريض أو عمره،
كانت زيارة ممنوعة تماماً من ذوي أو أصدقائه، فهذا شيء جداً كان محزن، وللأسف ما كنا نقدر نسوي شيء تجاهه. وايد دكاترة يتكلمون عن الحالات الإنسانية اللي مروا فيها، وعادة يذكرون الحالات السلبية عشان يعني الناس تتعب. يعني أنا بذكر حالة إيجابية، كان في عندنا مريضة من الجنسية الهندية، كانت يعني تم دخولها المستشفى بسبب صعوبة بالتنفس، وأكسجينها كان وايد نازل. أول يومين ما كانت قاعدة تسجل بالعلاج، وكانت تعبانة جدا، الأكسجينها وايد نازل، لكن مع الوقت الحمد لله قامت تستجيب للعلاج، وكانت تشكرني بشكل يومي. وما أنسى للحين يوم اللي بشرناها أنها خلاص راح تطلع من المستشفى وراح نرخصها، قامت تبكي وقامت تشكرني وايد، يعني وايد أثر فيني هالموقف هذا. طبعاً إحنا اللي شفناه مع جائحة الكورونا، إحنا كنا شفنا شايفين حالة إنسانية كبيرة من تكاتف مجتمع، سواء إحنا كأطباء أو مجتمع الناس العامة، يعني شون كان الكل قاعد يشوف فيه منه تخوف، والكل قاعد يساهم في الحد من انتشار الفيروس. طريقة تأقلم البشر صارت مع الحالة الانعزال اللي كنا عايشينها، كل واحد عرف شلون يتعامل مع الحياة من بيته، خاصة في أوقات الحجر الإلزامي اللي كنا عايشينها. الحالات الإنسانية اللي كنا نشوفها بعد بالمستشفى يعني حالات لا تعد، يعني كنا نشوف حالات طبعا بعض المرضى اللي يكون المريض مثلا من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو من الأطفال، أو مثلا يكون المريض من كبار العمر المصابين في الخرف، كان يعني يتلقى العلاج اللازم والرعاية اللازمة في المستشفى، بس تلقى أحيانا ابن الرجل الكبير بالعمر أو أب الطفل صاحب الاحتياجات الخاصة يصر على أنه يكون مع ولده أو مع أبوه يرعاه، مع أن إحنا نشرح له يعني أن ترى خطورة انتقال الفيروس لك كبيرة، يعني لازم تكون عارف هالشيء هذا، بس كان إصرارهم يعني كثير من أهل المرضى إصرارهم على رعاية الأب ولا رعاية الابن. يعني أنا كان يبهرني الموضوع هذا، أن مع علمه أن المرض خطير ممكن يصاب فيه وممكن تدهور حالته، ولكن كان هامة حالة الطفل المعاق أو حالة الأب المصاب بالخرف. الدروس والعبر المستفادة خلال فترة الجائحة كثيرة، تعلمنا كيف هو الصبر، تعلمنا الاجتهاد، تعلمنا المثابرة، تبين لنا العديد من معادن الناس، تبين لنا من هو الصالح من هو الفاسد، تبين لنا من هو المجتهد من هو المثابر، أيضا تبين لنا أن الكون هذا والناس مهما تطوروا مهما وصلوا في العلم يظلون صغير، يظل هذا العالم صغير أمام قدرة الله سبحانه وتعالى. كيف أن هذا الفيروس الصغير استطاع أن يوقف البشرية عن العمل لأكثر من سنتين. رسالتي للمجتمع، خذوا العلم من أهل الاختصاص، ولا تأخذون العلم من غير مصادره، وإياكم الاستماع للإشاعات. أيضا أحرص على إخواني وأحبائي بالتطعيم، فهو الحل الوحيد حاليا للخروج من الأزمة. من أبرز الدروس المستفادة من هذه الجائحة أن ما في شخص محصن 100% من الإصابة بهذا الفيروس، وما نقدر نتنبأ بدرجة تأثير هذا الفيروس بالشخص المصاب. كون الشخص صغير بالعمر أو وضعه الصحي جيد، هذا ما يعني أن الحالة ما راح تدهور. فسبيلنا الوحيد لإنهاء العمر الافتراضي لهذه الجائحة أن نسعى إلى تطعيم أكبر عدد ممكن من الأشخاص لوقف تحورات هذا الفيروس وإنهاء هذه الجائحة. طبعاً استفدنا إحنا وايد من هالجائحة، إنزين، ففي نصائح أنا أقدمها للناس ونصائح أقدمها للدكاترة. النصائح اللي أقدمها للناس، أول شيء لا تلتفتون للإشاعات، هذا أهم شيء، سمعوا المعلومات من مصادرها الرسمية، لأن تدرون في وايد إشاعات بالواتساب أو بوسائل التواصل الاجتماعي، وايد في حسابات وهمية، إنزين، فدائما أخذوا المعلومات من مصادر رسمية. وإذا بتأخذون معلومة من دكتور مثلا، يفضل لو تأخذون هذه المعلومة، مو شرط بس يفضل أن تأخذون المعلومة من الدكتور المتخصص في هذا المرض. نصيحة أقدم للدكاترة، أول شيء سووا اللي عليكم، إنزين، وخلوا النتائج على الله، والله ما راح يضيع تعبكم.
ونصيحة ثانية للدكاترة، دائما إذا بتقدم معلومة اتعب عليها واذكر المصادر وحاول تقولها بطريقة بسيطة الكل ممكن يفهمها. إنزين، ولازم ما تكون مبهمة أن ممكن الواحد يفهمها غلط. يعني هذه النصائح اللي أقدر أقدمها للناس أو للدكاترة. وآخر شيء، اطعموا اطعموا اطعموا، كلكم شفتوا نتائج التطعيم نفس ما ذكرت سابقا، على عدد الإصابات، على عدد حالات العناية المركزة، وأهم شيء على عدد الوفيات بالكويت أو بالعالم كله. يعني طبعا من الخبرات اللي استفدناها في الأزمة هذه هي الخبرة الإدارية في إدارة الأزمات، خاصة الأزمات الوبائية نفس أزمة الكورونا COVID-19، كانت أزمة جديدة علينا. الاحترازات والخطط اللي طبقناها في المستشفى الحمد لله كلها وثقناها عشان نقدر نستفيد منها لا سمح الله في ظل أي جائحة مستقبلية أو أي مشكلة وبائية مستقبلية. كل هالخبرات الإدارية تراكمت على مدار سنة ونص من بداية الأزمة حتى الآن، الحمد لله مع انحسار الفيروس وقلة الأعداد حاليا في الوقت الحالي.